شوية علامات لو عندي يبقى أنا عندي اكتئاب لا قدر الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. كلمة اكتئاب هي كلمة احنا بنقولها كل يوم. المشكلة والخوف ان مع كتر تكرارنا للكلمة دي الكلمة دي تفقد معناها، فيبقى الشخص المتألم او الشخص اللي بيعاني من مرض الاكتئاب او من اضطراب الاكتئاب ما يلاقيش حد يتعاطف معاه، يعني يتم التقليل او التهوين من مشاعر الاكتئاب اللي بيعيشها الشخص. وحتى هي كده اسمها في الكتب، يعني التشخيص ده موجود في الكتب باسم ده، Major Depressive Disorder، يعني اضطراب اكتئابي جسيم، حاجة جسيمة. فما ينفعش ان احنا نقلل او نهون من مشاعر الاكتئاب. وبما ان احنا بنتكلم عن مشاعر الاكتئاب فهي بتختلط مع كتير من المشاعر السلبية اللي احنا بنتعرض لها يوميا. بتختلط اول ما بتختلط مع مشاعر الحزن، لكن الحزن بيبقى بسبب، الاكتئاب ممكن يجي من غير سبب خالص، بدون اي سبب ويجي الاكتئاب. فالاكتئاب بيفرقش ما بين غني او فقير، ما بيفرقش ما بين متعلم او مش متعلم، ما بيفرقش ما بين راجل او ست، وما بيفرقش ما بين شخص بالغ او راشد او طفل، فممكن يجي بدون اي اسباب. الحزن بيبقى له سبب، ما توفقتش، ما نجحتش، عندي حالة وفاة، عندي مشكلة مادية مستمرة معايا. فالحزن بيبقى بسبب، الاكتئاب بدون سبب. لكن لو الحزن استمر اكثر مما ينبغي او اثر على حياتي بشكل جسيم برضو او خطير، او انه اثر على وظائفي في الحياة، او ما كانش متناسب مع كمية الخسارة اللي انا تعرضت لها، ممكن في الحالة دي كمان نشخص اكتئاب. اول علامة من علامات الاكتئاب هي ان الشخص يشعر بالديبريسد مود، يشعر بالمزاج الاكتئابي، يشعر ان في حاجة كتمة على نفسه، في حزن شديد هو مسيطر عليه، في حالة من حالات اليأس، في حالة من حالات عدم الشعور بالقيمة، الدنيا سودة او الدنيا قاتمة في وشي، الدنيا بالالفاظ الصعيدية بتاعتنا يقولولنا كده، الدنيا زي خرم الابرة، طعمها زي المر في بقي، الدنيا علقم في بقي، مش حاسس لها طعم. مش بس انا اللي بحس بالاكتئاب، لا، ممكن كمان اللي حواليا يشعروا ان انا مكتئب، يعني بيشوفوا عليا اعراض انعزال، بكاء بدون سبب، توتر بدون سبب، غضب بدون سبب، يعني ممكن الاخرين كمان هم اللي يلاحظوا عليا الاكتئاب. العلامة التانية من علامات الاكتئاب وهي اني مش بستمتع بالحاجات اللي انا كنت بستمتع بيها قبل كده. مش بستمتع، يعني قبل كده مثلا كنت بستمتع بالقعدة على القهوة او الكافيه، بنزل العب ببلاي ستيشن، بمارس رياضة معينة، بمارس فيديو جيمز، بعمل اي حاجة لذيذة في حياتي او اي نشاط بشري ممتع. بتيجي في لحظات الاكتئاب، لا، مش عايز اعمل، ماليش نفس، ملهاش طعم، مش قادر العب، مش قادر اتحرك. وبيبقى مصاحب للاكتئاب العلامة الثالثة وهي خلل في الوظائف الحياتية بتاعت الانسان، واقصد بيها خلل يا اما في الاكل يا اما في النوم. بيبقى معاها مع الاكتئاب يا اما ان انا باكل كتير او باكل قليل، اللي هي الناس اللي احيانا نقول كده بتفش غلبها في الاكل، دي صورة من صور عرض من اعراض الاكتئاب. او اني ماليش نفس اكل، لا لا لا، لا باكل ولا بشرب، لا ماليش نفس، الاكل كله ملوش طعم، ما مش عايز ادوق اي شيء. الخلل التاني بيبقى فيه خلل في النوم،
يا اما بنام كتير، مش عايز اقوم من على السرير، مش عايز اقوم اتحرك، مش عايز اروح الشغل بتاعي، مش عايز اذاكر، مش عايز اعمل شغل البيت، يا اما مفيش نوم من اساسه، يا اما بدخل في النوم بصعوبة شديدة جدا، يا اما النوم بتاعي بيبقى متقطع، يا اما بصحى بدري قبل الميعاد بتاعي، بدل ما بصحى الساعة 6 او الساعة 8 لا دلوقتي بقيت بصحى الفجر، بقعد بالساعات على السرير على ما ابتدي ادخل. فزي ما حضراتكم شايفين ان بيبقى في خلل بزياده او بالنقصان سواء في النوم او في الاكل. ده طبعا بينعكس على قدرتي على ان انا اقوم بوظيفتي في الحياه، فبيبقى في نوع من انواع الارهاق. مرهق، تعبان، مش قادر اشتغل في البيت، مش قادر اعمل شغل البيت، مش قادر اعمل الحاجات اللي كانت مطلوبة مني حتى ولو كانت بسيطة. النقطة دي مهمة، يعني انا مش بيطلب مني تاسك جديدة، مش بيطلب مني مهمة جديدة، لا، الحاجات اللي انا كنت بعملها قبل كده دلوقتي انا مش قادر اعملها، تعبان ومش قادر اني اتحرك. من ضمن المشاعر السلبية اللي بتبقى مسيطرة على الإنسان في نوبة الاكتئاب هي الشعور بالذنب. والشعور بالذنب سواء لأشياء هو عملها في حياته أو لأشياء هو ملوش علاقة بيها على الإطلاق، لكنه هو حاسس بالذنب تجاهها. والشعور ده بيبقى شعور قاتل بصراحة، لأنه بيؤدي بالإنسان لأن هو يفكر في نوع من أنواع التكفير المرضي عن حاجات في حياته هو ما عملهاش، وقد تصل الى انه بيفكر بالفعل في الموت او في الانتحار. فبيبقى الانسان زي ما حضراتكم شايفين في حالة ألم. الكلام كله اللي انا قلته بالالفاظ اللي انا قلتها دي مش كلام بسيط ومش كلام سهل، بتنعكس كل الكلام ده على وظيفة الانسان في الحياة. بيبقى مش قادر يركز، مفيش تركيز خالص في حياته، مش منطوي على نفسه، قافل على نفسه، مخنوق وزهقان، مش قادر انه يفضفض ولا قادر انه يعبر في احيانا كتيرة جدا عن كم الالم والوجع اللي هو بيبقى حاسس بيه جواه، لان هو حاسس ان مفيش حد هيتفهم او هيحس بالمشاعر اللي انا حاسس بيها دي. بتيجي مع الاكتئاب بقى اللي هي زي ما احنا قلنا المشاعر الذنب، او ان انا عايش وحيد في الدنيا، او اني ماليش قيمة في الدنيا دي، او لو عشت او مت مش فارقة، الدنيا واحدة والدنيا هتفضل مستمرة بيا او من غيري. فمع كل المشاعر السلبية دي الانسان بيبتدي بالفعل يفكر سواء في الموت او في الانتحار. فكل العلامات اللي احنا قلناها دي بلا ادنى شك بتأثر على وظيفة الانسان في حياته، بتأثر على علاقته باسرته، بتأثر على العلاقة الزوجية، بتأثر على العلاقة في الشغل، بتأثر في نظرة الانسان للحاضر بتاعه وللمستقبل بتاعه بلا ادنى شك. قبل ما اختم الفيديو عايز اوضح كذا صورة. المواصفات اللي انا قلتها دي بعض الاعراض، وبعض الاعراض دي ممكن تختلف، بتيجي بشكل مختلف كلينيكيا شوية ما بين الراجل والست، ممكن تيجي بشكل مختلف يعني باختلاف كبير ما بين الشخص البالغ والطفل، يعني ممكن الاطفال يجي لهم اكتئاب، فنخلي بالنا من القصة دي. في كون ان هو طفل يعني هو شاف ايه في الدنيا علشان يجي له اكتئاب، لا، الكلمة دي مش مظبوطة، ولابد ان احنا نخلي بالنا منها، ان في اي حالة تغير مزاجي او تغير سلوكي في الطفل لابد ان انا اسأل حد متخصص واخد رأيه. الحاجة التانية هي ان في العادة في كل الطب وفي الطب النفسي مش بنشخص بناء على عرض معين. العلامات اللي انا قلتها دي بتخليني اطلب المساعدة، لكن ما بتخليش اي شخص انه يشخص نفسه او يشخص الاخرين انه مكتئب. انا ملاحظ ان الشخص اللي قدامي حزين، انه منطوي على نفسه، انه بيبكي، انه مش بيشتغل بكفاءة زي ما كان بيشتغل قبل كده.
لكن ده بيخليني ادفعه ان هو يروح يكشف، لكن ما بيخلينيش اشخص ان هو اكتئاب او ان انا اديله ادوية اصل كان بتاخدها ماما كان بياخدها صاحبي قبل كده، او ان هو يلجأ للمخدرات علشان يعالج نفسه. اتمنى من كل قلبي ان ما يتمش التهوين او التقليل او تجاهل مشاعر اي شخص في حالة الم او في حالة عجز ان هو يعبر عن مشاعر الالم اللي هو حاسس بيها. عافاكم الله وشفاكم وسلامات حضراتكم، الف سلامة.